هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح. هنأ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. وفي البرقيتين اللتين تم إرسالهما لتهنئة الرئيس السيسي، استذكر أمير الكويت وولي عهده البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية. وأعرب أمير الكويت عن خالص تهانيه وعن اعتزازه الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة ما بين دولة الكويت ومصر، متمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.